طالب رابطة الثانوية الأزهرية لعام 2015 للمطالب الآتية: إعادة تصحيح المادة كاملاً لمن يقوم بتقديم طلب تظلم فيها، اختيار مدرسين مختصين في عملية تصحيح المواد، إعطاء الطلاب الدرجات التي يستحقها دون الانتظار لحكم المحكمة حتى لا يضيع على الطلاب سنة دراسية في انتظار أخذ حقه، خفض رسوم التظلمات للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، عمل تحقيق في نسبة النجاح والمدرس الذي يثبت في حقه عدم الجدية في أثناء تصحيح الامتحان واتخذ معه الإجراء المناسب التي تمنعه من أن يقوم بظلم الطلاب بعد ذلك. نطالب المجلس الأعلى للجامعات مساواتنا بطلاب الثانوية العامة في حال رغبتنا في التقدم لجامعات خاصة أو حكومية أو التقدم للكليات العسكرية. كما نطالب أيضا بإعادة فتح الكليات التي أغلقت في الأعوام السابقة والمبادرة في توفير الموارد اللازمة لفتح كلية حاسبات ومعلومات. التحقيق فيما حدث في 30 يونيو حيث تم استثناء طلبة الثانوية الأزهر العامة من الإجازة وتم إعطاء إجازة لطلبة الثانوية الأزهرية، وهذا كان تصرف غير